مع وصول أولى دفعات الأطفال فاقدي السمع إلى الأراضي التركية، بدأت عمليات التقييم الصحي لوضعهم، وذلك للبدء في العمليات الجراحية لزراعة الحلزون السمعي لهم. تم تقييم الأطفال فيزيولوجيا وسريريا ونفسيا ومن ناحية النطق عن طريق تشكيل لجان تقنية مختصة. كانت اللجنة تتألف من طبيب أنف أذن حنجرة وأخصائي نطق بالإضافة إلى الأخصائي النفسي. تم من خلالها تقييم الطفل من جميع هذه النواحي وتبين ملائمته ومناسبته للمعايير. كمان تم الاطلاع على الصور الشعاعية، صور الطبق المحوري، وأحيانا تجينا رنين مغناطيسي مشان يبين ملائمة الطفل ومناسبته للمعايير المطروحة. بعد ما انتهينا من اختيار الأطفال تم تنظيم إدبارات الإحالة إلى الأراضي التركية في المشفى الوطني في عفرين، وهلأ نحن حاليا في مدينة الريحانية التركية بلشنا عمليات زراعة الحلزون ضمن أكبر برنامج لزراعة القوقعة في العالم. والله تمينا شي 5 سنين عم نسعى مشان هالعملية، وهيك الحمد لله بفضل منظمة الأمين والناس الفاعلين الخير الحمد لله تم قبول بناتي الحمد لله. سجلنا على الرابط وبعتونا انه قبلوا لي بناتي التنتين هي وجليلة. ايه الف الحمد لله، وكان هذا احلى خبر بالدنيا عندي، يعني ايش قد من حكيت ما بحسن اوصف شعوري. وان شاء الله هلا عم بستنى اللحظه الحلوه انه يطلعوا من العمليه بخير وسلامه هيك، وقلبي من جوا يفرح ان شاء الله. يعني الله بيعلم ايش قد تعذبت وقلبي احترق وطلبت من ربي، والله اكرمني الحمد لله اللحظه، وان شاء الله بتكمل فرحتي والله يجزيكم كل الخير.